السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس الأول حول الفريمورك المسمى بـ Vue.js. فالفريمورك Vue.js هو شبيه إلى نوع ما بالفريمورك أنجولار و React.js. فعموما فهذا النوع من الفريمورك هو خاص ببرمجة الفيو وإرسال واستقبال المعلومات من الفيو بطريقة منظمة. فعند استخدام جيكويري داخل تطبيقات كبيرة فمن الصعب التحكم في كل التفاصيل، ولا سيما بعدما تصبح قاعدة الكود كبيرة جدا، فإن تغيير شيء ولو كان بسيطا فإنه يفرض علينا تغيير العديد من الأشياء الأخرى داخل قاعدة الكود بأكمله. أما الفريمورك Vue.js فهو يقوم بتنظيم الكود بطريقة معقلنة، حيث يسهل التحكم في التفاصيل وتغييرها. في هذا المثال الذي سنقوم ببرمجته سنقوم بالعمليات الأساسية كرود باستخدام باكند مكتوب بالنود بوينت جي اس وفريمورك فرونت اند في بوينت جي اس. لقد قمت ببرمجة الباكند الخاص بهذا التطبيق باستخدام express.js. عند الدخول الى سلاش فاننا نرسل صفحة الHTML، وعند ارسال البوست لسلاش فاننا نضيف اليوزر الى لائحة list user باستخدام push وارسال status ok done. اما في حالة الاخطاء فاننا نرسل status error ودان. عند الدخول الى سلاش ليست فاننا نقوم فقط بارسال لائحة المستخدمين الموجودين داخل ليست يوزر. اما عند الدخول الى سلاش ديل سلاش يوزر فاننا نقوم بحذف ذلك المستخدم من الفاريابل جلوبال، فهذا الفاريابل جلوبال هو ما يحاكي قاعدة بيانات. الآن سنقوم بإطلاق التطبيق. فالتطبيق فهو داخل مجلد نود جي اس توتوريال Vue.js. نقوم بنود index.js. الآن ما علينا سوى الدخول إلى سلاش. كما تلاحظون لا يحصل أي شيء، حيث يقوم express.js بإرسال صفحة الHTML الفارغة. كما نلاحظ هنا يتم تحميل مكتبات jQuery و Vue.min.js، حيث قمت بوضع هذه المكتبات داخل مجلد JS بدايركتوري public. ونقوم بإضافة app use express static لكي يتم ارسال محتوى هذا المجلد بطريقة static. فمثلا فعند الضغط على jQuery نلاحظ انه يتم تحميل محتوى ملف jQuery. كذلك بالنسبة min.vue.min.js. الان سنقوم ببرمجة التطبيق الصغير. فهو عبارة عن to do list يقوم بكرد على 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 اليوزر باستخدام الاجاكس. في هذا التطبيق نقوم بكوبي كولي لهذا المثال. و
إضافة هذا الكود الذي سنسميه VM، حيث أن هذا الكود يستطيع التحكم في معطيات الإليمون المسمى بL. فL فهو الإليمون الذي سيتحكم فيه هذا الكود. هنا مساج فهو هلو vue.js. عند تنفيذ هذا الكود فإننا سنحصل على المساج هلو vue.js داخل div معرفة بالدي ابب هكذا. قد نستطيع إضافة ميثود، فالميثود فهي الدوال المعرفة على هذا هذه القطعة من الكود. هنا مثلا لوب، سأسميها لوب انترفال فانكشن، ونقوم ب set interval مثلا function عشرة، وهنا نقوم ب var self equal this لكي نقوم ب بنسخ الأوبجيك vm داخل هذه الدالة. الآن ما علينا سوى القيام بسيلف بوان مساج هلو وإضافة فاريابل اي، ومن ثم القيام بانكريمنت لي اي var اي ايغال زيرو. وهنا نقوم بمناداة على تلك الدالة. عند تنفيذ هذا الكود نلاحظ أنه لا يتم تنفيذ أي شيء. self.message وجب وضع self equal this داخل الفانكشن وليس خارجها. كما تلاحظون فدالة loop interval تقوم بتغيير الـ variable message في مجال 10 ملي سكوند. وكما تلاحظون فالـ vue.js يتتبع كل تلك التغييرات داخل الـ variable message ويقوم بإظهارها هنا في الـ view. مثلا تستطيع أيضا كتابتها داخل فاريابل آخر. كما تلاحظون فالـ vue.js يقوم بوضع كل تلك التغييرات داخل الـ vue، أي أن الـ vue.js يتتبع التغييرات التي تحصل على الفاريابل ويقوم بتنفيذها مباشرة داخل الفيو، أي أن هناك ارتباط مباشر بين الدوال التي تغير الفاريابل ومحتوى الفاريابل داخل الفيو. الآن سنعود إلى برمجة التطبيق. هنا نستطيع إضافة input، فinput مع إضافة vModel فإن كتابة أي شيء داخل الانبوت يقوم بوضع قيمة الفالور داخل الفاريابل input هنا بالداتا. وعند تغيير الداتا مساج باستخدام الانبوت
فإن هذا التغيير يتم عكسه في كل الأمكنة داخل الكود، أي عند كتابة شيء بهذا الانبوت فإن المساج هنا وهنا سيتم تغيير القيمة الخاصة به كما ستلاحظون. فهذا هو ما يسمى بالبايندين للفاريابل. الآن سنقوم ب بأد يوزر. هنا نستطيع إضافة ميثود المسمى بالفي اون. فالفي اون فهي شبيهة بالإيفنت الخاص بالجيكويري، مثلا عند الضغط على بوتون أو بلور أو أشياء أخرى، فإن الفي اون خاصة بالإيفنت للفريمورك في بوان جاز. نقوم ببلور، فعند القيام ببلور نقوم بأد يوزر هكذا، وهنا سأسميها أد يوزر، أد يوزر فانكشن var self equal this. وهنا نستطيع إضافة لائحة من المستخدمين، سأسميها user list هكذا، وهنا مساج سنسميه user، هنا أيضا user، و user، و user هنا أيضا. الآن وجب أيضا تغيير الموديل إلى user. الآن سنقوم بإضافة ذلك اليوزر إلى list user. نقوم بself user list push self user هكذا. ولإظهار لائحة المستخدمين نقوم ب render list. ف render list تقوم باللوب على المستخدمين، وإظهار القيمة مثلا يو ان يوزر ليست، يو ان يوزر ليست و في ريبيت، وهنا سنضع يو. الآن سنكتب utilisateur محمد ونضغط على tabulation لتنفيذ الإيفنت بلور. نلاحظ أنه لا يقع أي شيء، لماذا؟ user list نقوم ب push هكذا ل self.user. الآن محمد كما تلاحظون يتم إضافة محمد إلى list user. الآن إسماعيل، ياسين، فاطمة إلى غير ذلك. فعند الضغط على tabulation يتم نفيد الايفنت ونفيد دالة add user. الآن سنقوم ببعض الفاليداسيون. إذا كان self.user يخالف undefined نقوم بهذه العملية. الآن عند إضافة هذا اليوزر
نلاحظ أنه يتم تكرار هذا اليوزر. قد نستطيع القيام بفلتر باستخدام var found equal false و for var i. هكذا. فإذا كان self.user موجود في self.userList de, فإن found ستصبح تساوي true. وهنا نقوم ب if not found, فعند عدم تواجد هذا المستخدم نقوم بإضافته إلى لائحة المستخدمين. هكذا. الآن سنضيف hello.js, وعند إضافة hello.js مرة أخرى فلن نستطيع إضافته. يقول لي أن هناك مشكل في السطر 43 هنا, فهي self وليست cell. هنا self.js, وعند إضافة نفس المساج مرة أخرى لا يتم إضافة هذه القيمة, وهذا ما نبحث عنه. مثلا محمد, عند إضافة محمد مرة أخرى لا يتم تنفيذ ذلك الشيء. إسماعيل تشتغل إلى آخره. الآن سنقوم بالأجاكس نحو السيرفر. فالأجاكس نحو السيرفر تقوم بإضافة اليوزر على الخادم داخل variable global. هنا نقوم بأجاكس URL و تيب فهو بوست, و الداتا فهي يوزر سيلف يوزر و سكسس. اذا كان جواب سيرفر item.status يساوي OK, اي ان السيرفر يرسل OK وليس error, فهذا يعني انه تمت اضافة ذلك اليوزر في جهة السيرفر. هنا نضيف محمد ونضغط على تابيلاسيون. نلاحظ أن السيرفر استقبل كلمة محمد, لأننا هنا في منطق السيرفر نطبع اليوزر. فاطمة, ياسين, كما تلاحظون في الخادم يستقبل القيم. الآن عند تحميل الصفحة للمرة الأولى وجب القيام بأجاكس نحو الخادم واستخلاص كل تلك القيم ووضعها داخل الليست. فعند الدخول على سلاش ليست نحصل على الأبي. الآن وجب استهلاك هذه الأبي هنا بليست يوزر. نقوم بأجاكس URL, فهو list, what type فهي get. فإذا كان الايتم point status يساوي OK, أي أننا هنا, أي أن الجواب صحيح,
نقوم بعملية وضع هذه القيم داخل جدول اليوزر ليست. نقوم ب سيلف بوان يوزر ليست ايجال او كون كات ايتم وان مساج، وهي ترجع القيم سيلف بوان يوزر ليست ايجال سيلف يوزر ليست كون كات. وعند تحميل الصفحة نقوم ب فام بوان ليست يوزر. الآن وجب تغيير فقط اليغال ليتم تنفيذ هذا الشيء. كما تلاحظون فعند تحميل الصفحة فإننا نحصل على القيم المسجلة في جهة الخارج. الآن عند إضافة شيء جديد فإننا نضيفه إلى جهة الخارج ونضيفه أيضا إلى جهة الكلاينت في نفس الوقت. عند محاولة إضافة شيء مكرر فإن لا شيء يقع. تمام، نضيف محمد واحد. يتم إضافة مستعملين آخرين إلى ليست يوزر مع القيام بالأجاكس نحو السيرفر. وعند تحميل الصفحة من جديد كما تلاحظون يتم أيضا استخلاص تلك القيم من جهة الخادم. يعني نستطيع أيضا القيام بشيء آخر فهو عبارة عن مثلا ديليت، وعند الضغط على ديليت في اون كليك نقوم ب يوزر ديليت هكذا. وهنا نكتب يوزر ديليت فانكشن و يوزر ديليت. من المستحسن ان نقوم بتمرير يو، وهنا نطبع مؤقتا اليرت يوزر. كما تلاحظون فعند الضغط على alert نقوم بالert لاسم اليوزر المراد حذفه. الآن ما علينا سوى القيام بأجاكس مرة أخرى لجهة الخادم مع del slash و concat مع اليوزر. عند استقبال اوكي deleted فاننا نقوم بحذف ذلك اليوزر.
باستخدام فور فار اي. نقوم ب var self equal this للقيام بعملية الكوبي للأوبجي. فإذا قمنا بهذا الشيء هنا مثلا قمنا ب this user list هكذا، فهذه العبارة ليست صحيحة لأن this تمثل أوبجي الخاص ب jQuery وليست الأوبجي الخاص بنظام v.js. إذا وجب القيام بسيلف. إذا كان سيلف بوان يوزر ليست دو اي يساوي يوزر، نقوم بسيلف بوان يوزر ليست سبلايس اي واحد لحذف اليوزر من الفيو كما تلاحظون. لقد قمنا بحذف محمد من اليوزر، وعند تحميل الصفحة مرة أخرى فإننا لا نتوفر على اليوزر محمد لأن الحذف بالفيو يتم بعد الحذف من السيرفر. فعند استقبال كلمة status OK من جهة الخادم ففي هذه المرحلة نقوم بالحذف داخل الفيو. مثلا نحذف helloview.js كما تلاحظون. فنظام الفيو.js يمكننا من برمجة تطبيقات HTTP تفاعلية لا تحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة. مثلا جون، بيتر، فالحذف يتم بعد استقبال قيمة status OK من جهة الخادم. تستطيع أيضا القيام بأشياء أخرى ك تنم بوتون وتكرار هذا الشيء. كما تلاحظون قمنا بإضافة البوتون. فإضافة الإليمون داخل اللوب فهي تخضع لنفس هذا المنطق، أي يمكن إضافة كل الإليمون التي تقبل هذا النوع من الداتا. فعند الضغط أيضا على البوتون سيتم الحذف نظرا لأن الإيفنت كليك فهو معرف على البوتون وعلى اللين أيضا كما تلاحظون. هذه هي الدوكيمنتاسيون الخاصة بنظام vue.js. حاولت في هذا الدرس اختصار هذه الدوكيمنتاسيون مع إضافة سيرفر مكتوب ب node.js. مثلا هنا عند إضافة شيء معين يقومون بإضافته إلى اللائحة. والإيفنت هنا فهو كي اب انتر مثلا. نستطيع تغيير البلور الى كي اب انتر. الان وجب الضغط على زر الادخال
لتنفيذ ذلك الإيفنت. وجب احترام هذه السنتاكس. هناك العديد من السنتاكس الخاصة بالفيو.جيس، ففي الدوكيومنتاسيون يستخدمون سنتاكس مغايرة نوعا ما. وجب فقط إضافة السنتاكس add user واحد المثال القادم. أظن أن هناك مشكل، فهذا المشكل مرتبط بالنسخة التي أستخدمها. فمثلا فرندر ليست أستخدم في ريبيت، وبالدوكيومنتاسيون يستخدمون في فور. فهناك بعض المشاكل المرتبطة بالنسخة المستخدمة، لكن هذا لا يغير شيء من طبيعة الفريمورك. هنا الفورم والانبوت بايندين، وهذا الشيء هو ما حاولنا تبيانه داخل هذا الدرس. اي يتم ربط محتوى انبوت او سيلكت او تكست اريا ب في موديل، ومن ثم استخدام هذا الموديل لارسال واستقبال المعلومات. كما تلاحظون فهذه الأشياء نستطيع أيضا القيام بها. مثلا عند تشيك أقوم بإضافة ذلك اليوزر إلى لائحة المستخدمين. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بالتعرف على فريمورك في.جيس، وربط منطق هذا الفريمورك بباكاند API مكتوب بنود.جيس. وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.